سهلا بدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد الشياع السوداني، وأهلا بكم جميعا سادتي الأكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. السلام الجمهوري. أرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدين الأكارم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحفل افتتاح مصفى الشمال مصفى بيجي، فأهلا ومرحبا بكم. السيدات والسادة مشاهدين الكرام، خير ما نبدأ به هذا الحفل آي من الذكر الحكيم في تلاوة مباركة معطرة يتلوها فضيلة القارئ السيد هاني الموسوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وقد
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السيدات والسادة، نقف معا لقراءة سورة الفاتحة ترحما لشهداء العراق. سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونحن نلتقيكم في هذا الحفل الذي يأتي تحت شعار مصفى الشمال ينبض بالحياة والأمل. مصفى بيجي، حديده عنيد وصموده يشبه عناد الذين راهنوا على ربط الليل بالنهار لينهض من جديد مثلما ينهض طائر العنقاء من الرماد ليحلق عاليا. هذا المصفى يجسد تضافر جهد وطني مخلص دون كلل أو ملل للوصول إلى هذا الإنجاز وتأهيل المصفى بوقت قياسي. أرحب أجمل ترحيب بصانع الإنجازات ذو النظرة الثاقبة الذي وقف متفائلاً متحدياً للظروف الكثيرة التي تحول دون تحقيق أي إنجاز يذكر. فمنذ 16 شهراً تقريباً أطلق العنان لحكومة الخدمة الوطنية، وها هي فعلياً تحقق الإنجازة والإنجاز. أرحب بالأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، فأهلا ومرحبا بك سيادة الرئيس. وكذلك أرحب أيضا بالأستاذ حيان عبد الغني السواد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط. السادة الوزراء، السادة أعضاء مجلس النواب، السيد هيبة الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز، السادة أصحاب المعالي والسعادة، السادة وكلاء الوزارة، السادة المدراء العامون، القادة العسكريون والأمراء والمنتسبين، السادة ممثلو الشركات المحلية والدولية، الزملاء الصحفيون والإعلاميون، الحضور الكرام جميعاً مع حفظ المواقع والألقاب، أهلاً ومرحباً بكم. سادتي الكرام، نتابع معاً فيلماً
قصيرا عن مصفى الشمال بعنوان رجال الوعد صناع الإنجاز، حكاية إرادة وطنية قهرت المستحيل. هذا الفيلم من إعداد وتنفيذ المكتب الإعلامي في وزارة النفط. أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. بدأنا من لا شيء، مصفى الشمال هو الأهم والأكبر والأعلى طاقة إنتاجية بين مصافي شركة مصافي الشمال، وبإنتاجه وإنتاج مصفى صلاح الدين 1 ومصفى صلاح الدين 2 ومصفى الدهون، كانت شركة مصافي الشمال تمثل أحد روافد الصناعة التكريرية في العراق، وتغطي أكثر من ثلث إنتاج المصافي الوطنية. لكن مصفى الشمال توقف عن العمل والإنتاج كسائر مرافق ووحدات الشركة حين طالته يد الإرهاب الآثمة عام 2014. أكوام من المخلفات وبفترة قياسية تحولت خلال فترة قصيرة إلى منشآت تنبض بالحياة من جديد. هذا فخر للجهد الوطني اللي عمل في فترة قياسية، بفترة لم تتجاوز الستة أو سبعة أشهر من العمل المتواصل ليل نهار. شعورنا لا يوصف، ونقدم هذا الإنجاز للشعب العراقي عامة، ونشكر كادر مصفى الشمال لجهودهم الذاتية بإنجاز هذا العمل بسرعة قياسية غير متوقعة. كيف تتعامل مع العاملين مع المهندسين بالموقع؟ العامل معاني كنت واحد من العاملين في الموقع. نعم. واحد وليس مسؤول. لا وليس مسؤول أبدا، ما عملت يوما في شركة مصافي الشمال كمسؤول. باعتقادك لو شركة أجنبية وكلفتهم بهذا الموضوع؟ لا يقل عن للسنوات ونص إلى أربعة. للسنوات ونص إلى أربعة. موجود هذا في كل دول العالم، السندرات من 3 سنوات ونص إلى 4، واحدة 150,000 تكريرية. جلى غبار المعارك وطهرت أرض الوطن من دنس الإرهاب، فأطلقت وزارة النفط حملة لإعادة تأهيل شركة مصافي الشمال، ونجحت في إعادة إعمار مصفيي صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 بالجهد الوطني، فيما أعدت الوزارة خطة متكاملة لإعادة إعمار مصفى الشمال انسجاماً مع البرنامج الحكومي، وشرعت بتنفيذها بدعم مباشر ومتابعة ميدانية من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شيع سوداني، وتصدت لهذه المهمة الوطنية الكبرى شركة مصافي الشمال والشركات الساندة لها، بعد توفير بعض المواد والمعدات المطلوبة محلياً واستيراد بعضها الآخر من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، لحظة افتتاح مصفى الشمال
ليستأنف العمل بالطاقة التصميمية، فيشكل بدء الإنتاج فيه إضافة نوعية للصناعة التكريرية وخطوة باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية. قطعنا شوط كبير في إعادة تأهيل وتشغيل مصفى الشمال، هذا المصفى اللي طاقته بحدود 150 ألف برميل وهو من أكبر المصافي في العراق. إعادة تشغيله إن شاء الله سوف تكون بأيدي عراقية من خلال المهندسين، من خلال كفاءاتنا الوطنية التي تمتلك الخبرة في تنفيذ هذه المشاريع. اليوم نحن في موقع مصفى الشمال، هذا الموقع تعرض إلى دمار كامل خلال الأعمال الإرهابية، والحمد لله استطاعت وزارة النفط وشركة مصافي الشمال من تجميع هذه المعدات التي لم تكن موجودة قبل 3 أو 4 أشهر، استطاعت من تجميع هذه المعدات وبداية عملية إعمار جدية لهذا المصفى الحيوي. مصفى الشمال طاقته التكريرية هي 150 ألف برميل، باشرت الآن شركاتنا النفطية بإعادة تأهيل هذا المصفى، وإن شاء الله هناك جهد كبير لإعادة تأهيل المصفى بوقت قياسي. حملة الأعمار بدأت 7-5 بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء ووزير النفط والسيد وكيل وزارة شؤون التصفية، حيث تم تشكيل عدة فرق اختصاصية، كل فرقة على حدة وكل فرقة لها دور معين في حملة الأعمار. منذ ذلك التاريخ باشرت هذه الفرق في كافة مفاصل الشركة، هناك دعم واضح وقوي في كافة المجالات للجهد الوطني من سيد وكيل الوزارة والسيد الوزير والسيد رئيس الوزراء في كافة المجالات. الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى موقع العمل في مصفى الشمال كانت بمثابة دعم غير محدود لشركة مصافي الشمال عبر منحها الصلاحيات اللازمة لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المصفى. هذا المشروع يلقى اهتمام كبير من قيادة الدولة العراقية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء ووزارة النفط. لذلك قبل فترة، يعني قبل شهر تقريبا، كان دولة رئيس الوزراء في هذا الموقع من أجل المتابعة وإعطاء الدعم الكامل للعاملين في هذا الموقع إن شاء الله. بعد بضعة أشهر فقط من الشروع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مصفى الشمال، بدأ البناء يتصاعد. المشروع إن شاء الله يعني من المخطط إلى أن يعني يباشر بعملية الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024. طبيعي إحنا نشد على أيدي العاملين هنا في هذا المصفى ونطلب منهم التعجيل في بذلك وتسريع عملية الإنجاز. الحضور الميداني لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ومتابعته اليومية لتفصيلات العمل شكلت دعماً معنوياً للجهد الوطني الذي نجح في إعادة تأهيل مصفى الشمال وتحويل الركام إلى معدات قادرة على العمل والإنتاج، كان رداً عملياً على الإرهاب. ما ينجز الآن هو يعتبر نصر لوزارة النفط بصراحة، وتحدي إلى جميع الأعمال الإرهابية التي كانت تريد السوء بالعراق والسوء بالقطاع النفطي. استطاع كادرنا اليوم من معالجة هذا وإرجاع الأمور إلى نصابها وتأهيل هذه المعدات التي كانت مجرد حديد مطروح في هذه المواقع وتحويلها إلى معدات منتجة وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني إن شاء الله. بإعادة إعمار مصفى الشمال تسجل وزارة النفط إنجازاً حقيقياً صاغه الجهد الوطني، وتخطو خطوة أخرى تضاف إلى خطواتها الواثقة باتجاه زيادة الطاقة التكريرية لتعود الشركة إلى ما كانت عليه قبل عدوان داعش،
تتولى رفد محطات توليد الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين بحاجتها من الوقود وتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وبلوغ الهدف الأسمى للوزارة وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف عمليات الاستيراد. السيدات والسادة، لقد مضى العام 2023 وهو يحمل معه صفحات مضيئة لحكومة تعهدت بالخدمة الوطنية واتخذت العديد من القرارات والخطوات الشجاعة باتجاه معالجة المشاكل التي لازمت العراقيين لسنين طوال. لقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات الشجاعة في ملفات عدة مثل الأمن والعلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والفقر والصحة والصناعة والزراعة والطرق والجسور والكهرباء والنفط وباقي الجوانب الخدمية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين، حيث أشرف الأستاذ محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وبشكل مباشر على الكثير من المفاصل الأساسية ليعالج ويتابع بشكل شخصي كل العقبات والمعوقات ليمضي في تنفيذها وبمدد زمنية معلومة، ليشهد العراق بذلك تقدماً ملحوظاً في القطاعات المذكورة أعلاه وغيرها على الرغم من وجود العديد من المعرقلات. وها نحن اليوم نلتقي في إنجاز آخر يضاف لسلسلة الإنجازات المتميزة، فبالأمس تم افتتاح مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم، وبالأمس أيضاً تم افتتاح الوحدة الرابعة في شركة مصافي الجنوب بطاقة 70 ألف برميل في اليوم. وهنا في مصفى الصمود نجح الجهد الوطني في إعادة إعمار وحدة صلاح الدين واحد بطاقة 70 ألف برميل في اليوم، وهنا أيضا استطاع الجهد الوطني من تأهيل وإعادة أعمال مصفى صلاح الدين 2 بطاقة 70 ألف برميل في اليوم. وبحفلنا اليوم سيساهم الجهد الوطني بإضافة 150 ألف برميل في اليوم، وفي الوقت القريب ستدخل مشاريع جديدة أخرى في مجال التصفية وضمن أولويات خطط الحكومة ووزارة النفط التي وضعتها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق والتحول إلى التصدير في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. وهنا يحق لنا كمواطنين عراقيين أن نبتهج بهذا الإنجاز الوطني التاريخي ونعتز به، كما يتوجب علينا أن ننحني بإجلال أمام تلك القامات الفارعة التي تضافرت جهودها ليل نهار لتصنع للعراق هذا المجد وهذا الإنجاز. وتبقى لمصفى بيجي قصة يتناهبها الظروف الصعبة ولكنه عبرها بقوة وبسالة ليكون درسا للإنجاز وشعلة تنير درب الوفاء والإيفاء بالوعد. كلمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الأستاذ حيان عبد الغني السواد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون،
السيدات والسادة المدراء العامون والحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. ونحن نزف لكم ولشعبنا الكريم بشرى إنجاز إعمار وتشغيل مصفى الشمال بطاقة تكريرية تبلغ 150,000 برميل في اليوم. نعاهدكم على المضي قدماً لتنفيذ خطط الحكومة وبرنامجها الطموح للنهوض بالصناعة النفطية وتعظيم الإنتاج الوطني والاستثمار الأمثل لهذه الثروة لتحقيق أعلى الإيرادات المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. السيدات وسادة الكرام، اليوم نحن هنا لنحتفل جميعا بما تحقق وأنجز من وعد سبق أن قطعناه على أنفسنا خلال الأشهر القليلة الماضية. مصفى بيجي حديده عنيد وصموده يشبه عناد الذين راهنوا على مواصلة الليل بالنهار لينهض من جديد مثلما ينهض طائر العنقاء من الرماد ليحلقوا عاليا. لقد أعطى العاملون وعدا وأوفوا بالوعد صافيا وصادقا مثل إنتاج المصفى زلالا لا شائبة فيه، وكأنه لم يمر بتلك المحن التي أوقفت عمله. إنه الأمل بالحياة للذين لا يهابون الصعاب، فتصنع سواعدهم المستحيل. وما حصل من إعمار مصفى الشمال في بيجي خير شاهد على قدرة العاملين على بذل العطاء. ما أجمل دوران عجلات الوحدات الإنتاجية من جديد بعد عقد من الصمت والسكون، وما أجمل أن تتعالى الأصوات محركات ومعدات منشآت مصفى الشمال لتحول هدوء المكان والملل إلى صخب ونشاط، وتحول حزن المكان إلى فرح وأمل وحياة، والخمول واليأس إلى عمل دؤوب بروح جديدة. استعاد المصفى نشاطه المعهود وعطاءه الذي لا ينضب وخيره المنتظر. قال العلي القدير في محكم كتابه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. صدق الله العلي العظيم. دولة رئيس مجلس الوزراء، لقد وعدتم شعبكم فأوفيتم، ووعدناكم فأوفينا، ووعدنا المجاهدون الأبطال في شركة مصافي الشمال والجهاد الساندة من الشركات النفطية فأوفوا بالعهد والوعد، وكانوا في الموعد. نحتفل اليوم بإعادة إعمار وتشغيل مصفى الشمال بالجهد الوطني وبزمن قياسي. الحضور الأكارم، اليوم وبعد إعادة إعمار وتشغيل مصفى الشمال بطاقة 150,000 برميل في اليوم ضمن مجمع الصمود في بيجي، فإن إنتاجه سوف يسهم في تغطية جزء مهم جدا من الحاجة المحلية من المنتجات النفطية. الحضور الكرام، إن إعادة مصفى الشمال كان يمثل أحد أهم التحديات التي واجهت الحكومة والوزارة، وكان من بين أهم أولوياتها في قطاع التصفية التي تهدف إلى زيادة وتعظيم الإنتاج الوطني وتحسين نوعيته وإيقاف الاستيراد وتوفير مبالغ الاستيراد لدعم خزينة الدولة. فسلاماً لجميع الجهود الوطنية المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ابتداءً من دولة رئيس مجلس الوزراء
الذي حرص على استعادة المعدات الرئيسية والأجزاء المهمة بعد الخراب والتدمير الذي طال المصفى من عصابات داعش الإرهابية عام 2014، كذلك جهود جميع السادة الذين ساهموا بإعادة هذه المعدات والاستفادة منها في إعادة إعمار هذا الصرح الكبير. شكراً للجميع إن شاء الله، وشكراً لجميع الكوادر التي ساهمت في هذا الإعمار، جميع الكوادر التي عملت ليل نهار بدون كلل أو ملل، والشكر والتقدير لمن كان عيناً ساهرة لحماية هذا المصفى من قواتنا المسلحة وشرطة الطاقة والحشد الشعبي الأبطال. وأخيراً لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع، وأشكر جميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي سادتي، أدعو الآن إلى المنصة وبدون مقدمات طويلة، فقد أطلت عليكم كثيرا. أدعو دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ المهندس محمد الشيع السوداني فليتفضل. الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة من شهر شعبان، هذا الشهر الفضيل، نحتفي بمنجز مهم وحدث كان ينتظره الكثير من أبناء الشعب العراقي، إنجاز مشروع تأهيل وإعمار مصفى بيجي بعد الخراب والدمار. وقبل أي حديث يجب أن نقف وقفة إجلال وإكبار للشهداء والجرحى الأبطال الذين دافعوا على هذه الأرض وحرروا هذا المصفى من عصابات داعش بدمائهم الطاهرة. تحقق الانتصار ليبدأ عهدا جديد. أبطاله المهندسين، الفنيين، العاملين في شركة مصافي الشمال ليبدأوا مرحلة التحدي في إعادة إعمار هذا المرفق الحيوي المهم. في شهر آيار 2023 كنا في زيارة إلى هذا المصفى للإطلاع على واقعه، وبنفس الوقت للوقوف على المعدات والمكائن والمستلزمات المسترجعة والتي جاءت بمبادرة من قبل مواطن عراقي غيور يحضر بيننا، الأخ باران أحمد يونس، أحد رجال الأعمال، وبتعاون من قبل الأخوة في حكومة إقليم كردستان لإيصال هذه المواد. في وقتها واجهتنا عاصفة من التشكيك، هل فعلاً أن هذه المواد جاءت ووصلت، وهل هي حقيقية أو مهمة للمصفى؟ وبين تصريح هنا وتبرير هناك
استمر الأبطال في مهمتهم في إنجاز هذا التحدي. يومها كان هناك وعد الرجال بأن هذا المصفى الذي سبق وأن تم إعادته بنفس همة الأبطال الموجودين في حرب الخليج الثانية في التسعينات عندما تعرض للتدمير والخراب، تعهد الأخوة في أن يحققوا ذات المنجز، واليوم أوفوا بهذا العهد. نحن أمام منجز ننظر له من عدة نواحي، من الناحية الاقتصادية كما تعلمون للأسف العراق هذا البلد المعروف بثروته النفطية الذي ينتج أكثر من 4 مليون برميل يوميا يستورد المشتقات النفطية. هذه السياسة التي كانت قائمة طيلة عقود للأسف. بهذا المنجز وما سبقه من منجزات في سبيل تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات النفطية، وكان آخرها افتتاح مصفى كربلاء الكبير ومصفى في البصرة، يأتي هذا المنجز الكبير اليوم ليحقق خطوة مهمة ومتقدمة في طريق إعلان العراق قريبا إن شاء الله بعد إكمال باقي المشاريع في موعد أقصاه منتصف 2025، وإن شاء الله يفاجئون الأبطال في موعد أقرب نعلن الانتهاء من استيراد المشتقات النفطية ونحول هذه الأموال الطائلة مليارات الدولارات إلى جوانب أخرى. هذا هو الإصلاح الحقيقي. الإصلاح ليس مفردة، ليست كلمة وشعار، وإنما عمل وتخطيط وهدف، وهذا ما نعمل عليه. الجانب الآخر أن هذا المنجز تحقق من خلال الجهد الوطني. أيضا عندما أعلننا عن البدء بإعمار هذا المصفى كان هناك من يشكك في هذا الوعد ويقول أن السقف الزمني المعقول لا يتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، وكنا نسمع هذا الكلام من بعض ممن يدعي التخصص يخرج في الفضائيات ويقول مو صحيح هذا الكلام أنه خلال سنة أو أشهر الأخوة ينجزون المصفى. هذه كانت الحسابات، وأيضا الحسابات اللي مبنية على طلبات وإمكانية الشركات في القطاع الخاص كانت فعلا ضمن هذه المدة. لكن إرادة وعزيمة الأبطال في شركة مصافي الشمال والشركات الوطنية الساندة كان لها كلام آخر، أنها أنجزت هذا المشروع في 7 أشهر. تم تشغيل هذا المصفى في يوم 30/12/2023، لكننا ارتأينا أن ننتظر لمزيد من الوقت لكي يعمل المصفى بشكل كامل ومستقر حتى نعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا المشروع الحيوي. هذا هو سر قوة العراق وشعبه العزيز. لا يقبل المستحيل ويصنع الحلول مهما كانت الصعوبات. هذه القوة التي نراهن عليها لمواجهة كل التحديات أمام استحقاقات كبيرة لأبناء شعبنا. علينا أن نقدم الكثير والكثير.
الحضور الكريم. هذه الحكومة وخلال عمرها الذي تجاوز 15 شهر وضعت قطاع النفط والغاز ضمن أولوياتها وحسب برامج وخطط مدروسة في أهمية الاستثمار الأمثل لهذه الثروة ولتعزيز هذه الصناعة بالشكل الذي يعود علينا بفوائد كبيرة. فذهبنا إلى مشاريع تنفذ لأول مرة، مشاريع استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق. حالياً تعمل الشركات الأجنبية والعربية والجهد الوطني في أكثر من موقع وفي أكثر من حقل بنفس الهمة التي تعملون التي عملتم بها في هذا المصفى، يعملون أيضاً لتحقيق الهدف الذي وضعناه في إنهاء حرق هذه الثروة إن شاء الله ضمن مدى زمني 3 إلى 5 سنة، وأيضاً هذا سيكون منجز مهم في استثمار هذه الثروة وإيقاف هذه العملية التي تؤثر بشكل سلبي على مجمل الظروف البيئية والمناخية. مشاريع أخرى تتعلق بمنظومة التصدير بمستودعات الخزن، وكذلك نعد الخطط لمشاريع استثمارية داخل وخارج العراق في سياسة جديدة تتبناها الحكومة في استثمار النفط في الصناعات البتروكيميائية والتحويلية للحصول على أعلى الإيرادات. هذا هو التفكير الاستراتيجي الذي يمكننا من استثمار هذه الثروة لتنعكس هذه الأموال نحو قطاعات أخرى لتنمية مستقرة ومستدامة ينعم بها أبناء الشعب العراقي. حكومتنا ولله الحمد تمضي بكل ثقة وعزيمة لتقديم الخدمة لأبناء الشعب العراقي وفق البرنامج الحكومي، وبدعم وموازرة الأخوة والأخوات في مجلس النواب العراقي. وهنا لابد أن نثمن دور لجنة الطاقة والأخ رئيس اللجنة الأستاذ هيبة الحلبوسي الذي كان له دور كبير في ترتيب إعادة هذه المواد والمكائن والمستلزمات من الأخ بران، وأيضا متابعته مع أخوانه في وزارة النفط. ونثمن الدور الكبير للسيدات السادة أعضاء مجلس النواب في محافظة صلاح الدين، حضورهم وأزرتهم دعمهم لأبنائهم وأخوانهم في هذا المصفى الذي يرجع اليوم ليكون شاخصا على عزيمة وإرادة وتحدي أبناء الشعب العراقي في صنع المستحيل. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، نتابع الآن كلمة النائب هيبة الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز، فليتفضل. دولة رئيس الوزراء المحترم، الأخ معالي وزير النفط المحترم، زملائي أعضاء مجلس النواب، سادة الوكلاء، المستشارين، مدراء العامين، المهندسين في شركة مصافي الشمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليوم عظيم
أن نحتفل بإنجاز مرحلة جديدة في شركة مصافي الشمال، ألا وهو مصفى الشمال ضمن مصافي الصمود، حيث أن أعمار هذا المصفى كان تحدياً كبيراً أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوفير الأموال اللازمة لإعادة أعمار وتأهيل هذا المصفى. ومن المفرح أن هذا الإعمار تم بأيادي عراقية وكوادر وطنية 100%. هذا يعد نصراً جديداً ضد الجماعات الإرهابية التي حاولت إيقاف عجلة التقدم. إن العراق ينتج ما يقارب 4.600 مليون برميل يومياً من النفط الخام، ويستورد مقابل ذلك منتوجات نفطية من المفارقة لا تليق بسمعة هذا البلد، ويمثل هدراً في المال العام وخلل في الاقتصاد. ومن هنا جاءت أهمية إعادة هذا المصفى والمصافي الذي سبقته للوصول إلى تحقيق معدلات الطاقة التكريرية السابقة التي كانت تبلغ 280 إلى 300 ألف برميل يومياً في هذه المصافي قبل أن تتعرض للتخريب والدمار، ليسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية التي أثقلت كاهل الموازنة العامة. العراق يستورد بحدود 5 مليار دولار سنوياً من المشتقات النفطية، وهذا عيب في سمعة البلد، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد السعودية. واليوم يسعى الأبطال مع أخوانهم في الحكومة الاتحادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل إيقاف هذا الهدر. إن المصفى يسهم في توفير المنتجات النفطية ويتم استيراد كميات كبيرة وخاصة البنزين، إذ أن من المتوفر أن يتوفر أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً، يعني إيقاف التصدير المشتقات النفطية بشكل نهائي بإذن الله في بداية العام المقبل. إن القطاع النفطي عانى الكثير من التلكؤ وسوء التخطيط في السنوات العشرين الماضية، وهو نوع آخر من الفساد وهدر في المال العام. ونحن اليوم في السلطة التشريعية عموماً وفي لجنة النفط والغاز على وجه الخصوص نؤمن بأن تطوير القطاع النفطي له الأثر الكبير على اقتصاد البلد من خلال زيادة الإنتاج والتصدير والقضاء على عمليات استيراد المشتقات النفطية كمرحلة أولى، ومن ثم السعي للتصدير في المرحلة الثانية. وبناء على ذلك نؤيد وندعم خطوات دولة رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب، حيث بدأنا نلمس هذه الخطوات من تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع والمضي في تنفيذ تلك المشاريع، وأخص بالذكر مشاريع الاستثمار الغاز المصاحب والحر وإنهاء استيراد الغاز الأجنبي في بلدنا يمتلك 10 احتياطي عالمي من الغاز. وأخيراً أتقدم بشرك الجزيل إلى دولة رئيس الوزراء على سعيه المتواصل وتواصله مع اللجنة ومع وزارة النفط وتحفيز العاملين من شركة مصافي الشمال، وأقدم الشكر والامتنان له على التواصل الدائم في ساعات متأخرة من الليل، ونطلب منه دائما كافة تفاصيل إذا أريد أن نحكي به، يعني نحكيها بالعامية ما تطلبها المدير عام، هو يكون دائما متواصل. أدق عليه مرات ورا نص ساعة يرجع يدق ينهي لي الموضوع اللي أنا مخابرة به. وأشكر أخ معالي وزير النفط على دعمه المتواصل لشركة مصافي الشمال، وأشكر كوادر مصافي الشمال من مدير عام ومهندسين ومدراء هيئات ومدراء أقسام، ولا أنسى الذكر بالأخ مدير العام وأستاذ عدنان دائما في طرواء أنا ودولة الرئيس في تفاصيل عمله. وأحب أن أشكر أمامكم ومن خلال دولة رئيس الوزراء الأخ باران أحمد يونس صاحب هذه المواد اليوم اللي أتت إلى هذا المصفى وهذا الإنجاز. واليوم هذا المصفى بطاقة 150 ألف برميل، طاقة تكريرية 150 ألف برميل، وبإذن الله سنكون داعمين لتوجهات
وإصلاحات الحكومة بكافة مفاصل الحياة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، نتابع الآن كلمة السيد باران أحمد يونس، هذا الشخص الذي ساهم بشكل مباشر بإعادة أغلب المواد التي ساهمت بتأهيل مصفى الصمود، فليتفضل. السلام عليكم. السيد دولة رئيس الوزراء المحترم، السيد وزير النفط المحترم، السيد رئيس لجنة النفط المحترم، أتشرف أن أقف اليوم أمامكم لنحتفل سوية لافتتاح هذه الصرف العملاق في مصفى بيجي، وأنني كرجل أعمال قمت باسترجاع مواد المصفى بالكامل التي قمت بشرائها من أموالي الخاصة، وقمت بالاحتفاظ عليها منذ فترة 7 سنوات، وتم التواصل مع السيد رئيس اللجنة والسيد دولة رئيس الوزراء المحترم، واليوم أقدم هذه المواد كهدية مني كمواطن عراقي إلى الشعب العراقي وإلى السيد دولة رئيس الوزراء لإكمال عملية الإعمار. حفظ الله الشعب العراقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الأكارم، أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد الشياع السوداني التفضل إلى المنصة لتوزيع وسام التميز لعدد من الشخصيات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. يتفضل السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الأستاذ حيان عبد الغني السواد. السيد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الأستاذ حامد يونس، فليتفضل. السيد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب الأستاذ هيبة الحلبوسي، فليتفضل. السيد مدير عام شركة مصافي الشمال الأستاذ عدنان محمد حمود، فليتفضل. السيد باران أحمد يونس، فليتفضل. يتفضل الآن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة السيد وزير النفط الأستاذ حيان عبد الغني السواد بتقديم وسام التميز للسيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني لدوره الكبير في إعادة إعمار مصفى الشمال. شكرا سيادة الرئيس، شكرا سيادة الوزير. نتابع الآن
أنشودة وطنية وقصيدة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية ولفرقة نقابة الفنانين فرع الأنبار. أتمنى لحضراتكم طيب الوقت. وصف البيت نعاد ونعاد الأمل من جديد، نعود بالحب والأمل. مصفى الشمال نعاد ونعاد الأمل، رجعت مصانعنا وتعود، اشتغلت مكايننا بصمود، رجعت بينا الحياة والتقن دجلة وفرات. كلنا لأجل بلادنا نصلي ونصل، كلنا لأجل بلادنا نصلي ونصل. مصفى بيج نعاد ونعاد الأمل، بالعمل نبني الوطن، نعيد رغما على الحن، نبني بيدينا العراق، نزرع الحب بعناق. هذه أرض الرافدين إش ما حصل، مصفى بيج نعاد ونعاد الأمل. انتخينا انتخينا ومن قلبنا الصافي، والمصانع رجعت بإنصافي، رجعت الناس بفرح والقلب تو انشرح. بالأمل فرح وطنكم بالعمل، مصفى بيج نعاد ونعاد الأمل، مصفى الشمال نعاد ونعاد الأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق كله يجتمع اليوم يدا واحدة، ونقولها قولا واحد: مرحبا بالسيد رئيس الوزراء، مرحبا بالسادة النواب، مرحبا بالسيد وزير النفط وكل المسؤولين. جئتكم من الفلوجة أحمل هذه الأبيات، نقولها للسيد السوداني: يا السوداني حاير شرد وصف بيك، إذا حتى النجم يتفاخر بصيتك، أديت الأمانة وما خنت البلاد، الشعب عندك أخوتك والوطن بيتك، عراقيتك بدمك ما نزاحت يوم، لأن من الشرف صايغ عراقيتك، وارث غيرتك من غيرة العباس، أو من خام الكرامة فصال تربيتك، وفعالك تسولف بيها كل الناس، وهنيال الذي يحمل إنسانيتك، دومك أنت الأول مو الثاني الصير، وعلى صدور العدد دقيت ساريتك. يا السوداني اسمك تاج فوق الهم، وتصيح ومحبة الناس مثل الثوب حاويتك، محبة الناس مثل الثوب حاويتك. مئمر عين المئمر هلي المئمر، المئمر عين المئمر هلي المئمر، أرض العراق تفوح مسك وعنبر، أرض العراق تفوح مسك وعنبر. بلادنا يا عراق يا ابو الغيره، يليش من بعد ما نريد الغيره، بالوحده كل عداك شبه وغيره، واللي يفرغك يخسر ويتحير. المئمر عين المئمر هلي المئمر، ارض العراق تفوح مسك وعنبر. Thank you.
العب شيل. الحضور الكرام، كنا معكم في هذا الحفل وفي هذه الأجواء البهيجة، دامت أيامكم أفراحا ومسرات. شكرا لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، شكرا للحضور الكرام جميعا مع حفظ المواقع والألقاب. نلقاكم على الخير والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.